بيانو وعود، وعبد الوهاب بيبقى في المصيف قاعد في البيت بتاعه اللي في جليم جنب بيتكو، فبتشوفه فبتروح له فبتقول له انا بحب المزيكا، فهو ما بيصدقش، تقول له انا بحبك جدا فتخلي انت تعزف له على العود. يبقى تجيب لي العود ويقول لي هاتوا له يا اولاد العود ما نشوف. وكنت لسه بالشورت، وكنت لسه بالشورت ما كملتش. مسكت له العود وعزفت له، قسمت له الاول، وبعدين قال لي طب سمعني لحن من الحانك بس، كنت عامل حاجه، قلت له كذا حاجه، قال طب سمعني، فسمعته، قال لي تعالى تعالى، خدني حد تاني على حجره وقعد يبوس فيا، قال لي انت هتبقى محمد عبد الوهاب التاني. خليك فاكر، قول لابوك فين ابوك، عايز اشوف ابوك. قلت له، قال لي خدني معاك، فخدني رحت البيت، امي لوحدها وابويا كان في المحافظه ضابط شرطه ما جاش لسه، رجع لقى عبد الوهاب في بيته. قال له يا سلطان بيه ما تستغربش، انا جاي لك عشان ابنك حاجه مهمه لازم تهتم بيه، هيبقى زيي بكره. قال له يا استاذ عبد الوهاب ما تقولش هذا الكلام، ما تخلوش يتمري علينا، ولا ما تقولوش الكلام ده، فين ده، يبقى زيك ازاي؟ قال له انا بقول لك، انا محمد عبد الوهاب بقول لك هيبقى زيي بكره. عند الاختيار انت نفسك تطلع موسيقار زي عبد الوهاب؟ ايوه. وعبد الوهاب اداك ختم النسر، يعني اداك الثقه ان انت تستمر، جو اهيد. طبعا هو جالي البيت على طول. لكن انا عايز اقابل اهلك، اقابل ابويا وامي. لكن والدك هو اللي كان عنده اضطرابات، كان نفسه يدخلك البحريه وكده، سكه العسكريه. لكن الام دعمتك ودعمت ميولك وقالت له خلينا فيما يشبه في الوسط، فدخل حقوق، الوسط يخش حقوق ويمشي في سكه الفن زي ما هو عايز. صح. طيب انت درست الحقوق وخلصت، درست موسيقى في حياتك ولا ما درستش خالص؟ لا درست طبعا. فين؟ جبت انا من كتر حبي في الموسيقى، قبل لما عبد الوهاب يشوفني وكل حاجه، كان في واحد استاذ الموسيقى يعني في كتابه النوته والحاجات دي. فامي اصلها بتعزف عود وبتغني، فقالت لابويا، قالت له لازم نتعلم مزيكا، ما ينفعش. فجابت لي الاخ ده، فجالي بقى يجي لي ونروح له وعلمني مبادئ الموسيقى والنوته الموسيقيه اولها. علمني بقى من الاول، اقرا الاول واكتب، بس خدت وقت. انما هو يعني كان ليه فضل الحقيقه، الراجل يعني واقف جنبي. موقف اخر يكشف عن وسامه محمد سلطان ودخوله مجال السينما بسبب امرين، وسامته وفروسيته، لان هو كان في نادي سموحه وغاوي خيل وكان عنده خيل، فبينط بالخيل كده من على الحاجز، فكان في راجل قاعد جنب او قريبا من الحاجز، فمحمد سلطان قال له خلي بالك الا تتعور يا استاذ، فبيبص لقى يوسف شاهين. صح. قال له ده انت وسيم جدا، ما تيجي تمثل. حصل؟ قال لا انا عايز اقعد معاك، ما ينفعش كده. قلت له استاذ عبد الوهاب، قال لي لا في بيتك فين؟ قال لي طب انا همشي، ما انت مروح خدني معاك. فخدني، كانت امي وابويا في المحافظه ضابط شرطه. ما كانش لسه جاي من الشغل، كانت الساعه 1 تقريبا. فقعدت مع امي بقى، مع لا يا هانم ابنك ده هيبقى زي بكره، هيبقى فنان، ده زي عمر الشريف. هيبقى زي عمر الشريف كده. فانا جاي اوصيكوا عليه، ابوه فين؟ قلت له ابوه في المحافظه ضابط شرطه، يجي الساعه 2 ونص كده. بس فضل قاعد لغايه ما ابويا جاب، فاتغدى معانا. ابويا قال له لا تقعد تتغدى معانا بقى. ده اول لقاء يعني. اول فيلم عملته معاه، اول فيلم عملته مع يوسف شاهين كان ايه؟ مش فاكر والله، عملت بس مش فاكر. ده انت عملت دور في الناصر صلاح الدين. ايوه في الناصر صلاح الدين. انا عايز افتكر الدور ده، مش عارف. عملت حسام الدين. حسام اللي هو من اقارب صلاح الدين. ايوه. امال بقى عزيزه، عائله زيزي. زيزي، عائله زيزي، والله ما مش قادر احكي لك حكايتها، لكن دي انا الحقيقه ما وجدت الصعوبه في العمل في السينما والشهره وبتاع، وكل الحكايه كانت ممهده قدامي من غير ما لا اسعى ولا اعمل حاجه، الامور كلها بقت ماشيه سهله او كده. لقيت نفسي عايزيني في فيلم وممثله، ومع مين؟ يوسف شاهين. مع اسمه ايه ده، مش يوسف شاهين اللي وداني، كان فيلم لمين؟
وائل الزيزي مين اللي عاملها؟ مش فاكر. وائل الزيزي يعني كان في الفيلم ابص على سعاد حسني احس انها معجبه بيك بصحيح مش في الفيلم بس. ده كانت حبيبتي سعاد حسني، انا بحبها جدا جدا وبحبها لغايه دلوقتي. لان ست عظيمه، سيبك من الفنانه، فنانه عظيمه هي ك ك كانسه وست بنت ناس مفيش بعد كده، وبعدين مثقفه ومخها كبير قوي وذكيه جدا. كم فيلم عملتهم؟ افلام؟ لا كم فيلم؟ والله ما عديت. ثلاثة ولا أربعة؟ لا لا أكثر أكثر. 10؟ إيه ما أعرفش، لكن ما عديتهمش. لكن كلهم علموا. عاملين على الحمد لله، يعني أنا وأشهرهم عائلة زيزي. طلعت في دور بسيط يعني في زيزي، شديت انتباه على طول. لحنت فيه أغاني؟ لا كنت بمثل بس. طب في أفلام أنت في فيلم مثلته مع محرم فؤاد؟ آه مظبوط. خمسة سياحة؟ فيلم نسيت اسمه. فيلم لحنها؟ إيه؟ خمسة سياحة؟ لا ما لحنتلوش حاجة. ما لحنتلوش حاجة. جميل جدا. أنا عايز أفض الالتباس. أول لقاء ليك مع الفنانة الكبيرة فايزة أحمد، هل كان في بيت عبد الوهاب ولا كان في بيت فريد الأطرش؟ لا في بيت فريد الأطرش. في بيت فريد الأطرش. انا كنت دائما يعني على صله بفريد الأطرش، كان صديق وانا بحبه وهو بيحبني. وكان دائما يكلمني يقول لي ما جيتش ليه تعالى. كان بيته فين فاكر؟ في الجيزه على النيل. على النيل على طول في الجيزه. كان بيشجعك ايضا؟ اوه كان بيحبني جدا. عبد الوهاب بقى ده كان يعني قال لي انا عايز اشوف ابوك وامك، اشوف بيتك بتاع. ما خلاص دي فخدني وديته على هناك. على البيت. طيب جميل جدا. ابويا جامع الشغل، هو ضابط شرطه لابس رسمي كده، لقى عبد الوهاب في بيته فاستغرب طبعا. بس وأنا يعني كنت عايل لسه. من واخد بالي. لكن لما كنت في نادي سموحه في الفروسيه، لكن لما كنت في نادي سموحه في الفروسيه كان عندك كام سنه؟ حاجه و20؟ في أول ما ابتديت تمثل في السينما كان كام سنة؟ لا كنت في ما فيش 19 يمكن. كمان؟ كنت صغير أوي. في محطات أساسية ربطت بينك وبين الأستاذة فايزة أحمد رحمها الله. ألحان، أغاني. وحياة. زوجتي طبعا. أيوة. هم أولادي، عندي ولدين منها توأم. أنا واخد بالي اللي هم بره. طارق وعمرو دكاترة الاثنين دلوقتي ما شاء الله. أطباء. اتقابلت معاها في بيت فريد الأطرش زي ما حضرتك قلت. تاني مرة في فندق دي روز. دي روز، أيوة. وبعدين في قدمتك فايز أحمد لأحمد حسن الشجاعي. أيوة. في الإذاعة لاعتمادك. أيوة. وتم اعتمادك. صح. في الإذاعة. ما تزعلش مني يا استاذ محمد، يعني احنا لقاء حميم وانا من معجبينك انت عارف. هل كتر الالتقاء مع الفنانه فايزه احمد ده اثار شائعات ان في علاقه حب بينهم وحاجات كده، ثم هي طلبت الزواج منك تفاديا لهذه الشائعه؟ لا 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 ما حصلش كده. لا لا ولا شائعه ولا حاجه. احنا هي ده هي اللي طلبت ايدك. هي يعني هي اللي طلبت هي لا هي كانت على طول بتقابل امي وصاحبه امي قوي بقى. وامي كانت بتحبها، فقالت لام بينها وبين امها، قالت لها انا عايز قالت لها انا عايز اتجوز ابنك. قالت لها يا سلام ده الشرف. جايات له ما تقولي له ما تقولي له. قالت له لا انا عايزك انت تمهدي لنا كده وتوضبي الامور يعني. ايه رايك؟ قالت لها ده شرف ليا. قالت لها ده شرف لينا وبتاع. امي كانت بتحبها قوي قوي. كانت متحضره قوي يعني. قوي قوي. أمي كانت فنانة بتعزف بيانو وعود. بس أنا واخد بالي. بس مفيش بقى الكلام اللي بيتقال ده، إن كان أشعة إن في علاقة حب ومش عارف إيه، فهي طلبت الارتباط تفاديا لهذه الشائعات. لا لا. ما مش الكلام ده. لا لا لا. اتجوزته سنة 63. 1963. أنا ومين؟ أنت والأستاذة فايزة أحمد. صح. اتجوزته سنة 1963. جميل؟ متأكد ولا بعد كده؟ بعد كده بعد 63. بعد 63 هي توفت سنة 81. لا أنا في السبعينات أفتكر. السبعينات.
63 كنت لسه صغير انا ما افتكرش. انتوا اتجوزتوا 17 سنة. ها؟ 17 سنة. زواج. صح؟ 17 سنة زواج. انا جبت عندي ولدين منها. ما انا واخد بالي. الفرق في السن بينكم كان 7 سنين تقريبا. يعني هي مواليد سنة 30، أنت مواليد سنة 37. أنا أصغر منها. أصغر صح. هي أكبر منك 7 سنوات يعني. هناك شائعة برضو أكدها أو إنفيها. شائعة إنه حصل خلاف وانفصال. هل ده حدث في أواخر؟ لا 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 لا. ولا عمري حصل بيني وبينها خلاف. تعالى نعيد الزواج. لا 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 ولا حصل. مكتوب في المواقع الخبرية والصحافة. لا لا ما حصلش أبدا بيني وبينها أي خلاف. حتى وفاتها. كان بتغير عليك جدا؟ كانت مريحه جدا، كانت بتحبني حب ما حصلش. يعني يمكن هي خلتني من كتر حبها لي انا حبيتها. لان ما شفتش حد بيحب بالطريقه دي. لدرجه انها بتفضلني على نفسها. كل حاجه انت انت انت، هي ما لهاش وجود. انا اللي كنت بعمل لها وجود، انا كنت معجب بهذه الشخصيه. وبعد ما ارتبطتوا هي رفضت ان تغني من الحان اي ملحن اخر غيرك؟ ده صحيح؟ رفضت المغني رفضت لا معلش انا كنت بقول لها لازم تغني للكل. ولعبد الوهاب لازم تغني له. انا كنت بقول لها كده. لكن كان بتغني لك انت بس. بتغني لي انا وعبد الوهاب. بس. لكن بليغ والموجي لا. لا. جميل جدا، ما فيش بقى شائعات انه هي بتغير او كان لا 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 فايزه لا 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 فايزه انسانه مثاليه. انا امام الله بقول رايي، هي في ذمه الله خلاص. انت قدرت حبها ليك؟ طبعا. بجد؟ طبعا، كنت حاسس انها بتحبني كزوجه وكبنتي وكامي، كل هذه الاحاسيس الجميله. مش بس كزوجه، كزوجه وكبنتي وكامي كده. كانت يعني ما فيش حاجه اسمها لا، كل اللي انا عايزه اعمله. وكانت تفضلني عن نفسها، والحاجه هي مش عايزاها انا عايزها يبقى خلاص. فايزه كانت انسانه عاقله وهاديه جدا ومريحه جدا وكل حاجه حاضر. وقبل ما تعمل حاجه تقول لهم لما اسال محمد الاول. اقول لها يا ستي انت ليكي شخصيتك، قولي رايك انت، مالكيش دعوه بيا. تقول لي ابدا اللي انت عايزه انا عايزاه. يعني كانت بتفضلني عن نفسها يعني، انا ما فيش حد حبيني زي فايزه ابدا. بكره تعرف يا حبيبي. بعد ما يفوت الاوان. بعد ما يفوت الاوان على ايه؟ ان حقيقي حقيقي بحبك وكنت اتمنى افضل جنبك، راحت هي. لكن فايزه حبتني حب ما حصلش. ما بكره تعرف دي كانت كلمه بتتقال حد بيقولها. فحد استلهمها وعمل منها الاغنيه. مين اللي كان بيقول الكلمه دي؟ بكره تعرف لما مش عارف ايه، بكره تعرف لما ايه، بعد ما يفوت الاوان. مين اللي كتب الاغنيه مش فاكر، بس انت مره سمعت الاغنيه دي بعد رحيلها بكيت. ايوه. ليه؟ لان هي كانت بتحبني جدا جدا جدا، وانا ما كنتش مقدر هذا الحب، ما كنتش قادر احسه، ما كنتش فاكره كده. يعني كنت فاكر الحب عادي، لا ده حب افلاطوني وإنسانة يعني عايزة هي يعني تزول أمام 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 أمامي أنا، وعايزة تحبني في كل حاجة، وأنا لازم أنا كل حاجة تقول لي أنت. يعني ما مش ملهاش معايا، ملهاش رأي. فكانت إنسانة تفضلني عن نفسها. وعشان كده أنا لغاية دلوقتي هذه الست موجودة جوايا. نقول إن فايزة أحمد كانت هي السبب الرئيسي والأكثر في شهرتك كملحن. طبعا. انا اشوف انا انسان من بسيط ومتواضع وصريح، ولازم اعتبر بفضل فايزه احمد. مش عايزه كلام. فايزه احمد كانت دايما تقول لي انت ما تتواضعش قوي، انت كبير، حاجه كبير، انت ملحن كبير، انت مش عارف نفسك، بكره تشوف. بقول لها بس ما تخلينيش اتغر. تقول لي مش هتتغر، انت اخلاقك عاليه ومش ممكن هتتغير، بس لازم تعرف الحقيقه. انت مش ملحن هين، وبكره شو هتبقى زي عبد الوهاب كده وزي بليغ والموجي. وقد كان. قالت لي مش هتبقى اقل منهم، هتبقى كده. ولم تكن انانيه. لا. بدليل واكد لي المعلومه.
أنها هي التي حمستك ودعتك للتلحين لسعاد محمد أو عدك. صح. صح الكلام. صح. هي اللي قالت لك لا لازم تلحن لها. آه. هي اللي أقنعتني إن أنا ألحن لها. عملت لسعاد محمد أو عدك أيه. فقط؟ ولا عملت لها أغاني تانية؟ مش فاكر والله، أنا عملت لها آه بس أفتكر يعني أوعدك أهم واحدة فيهم. لأن هي انشهرت أوعدك. طبعًا طبعًا طبعًا. هل ترى أن سعاد محمد هي المطربة الثانية بعد أم كلثوم عربيًا؟ لا. من؟ هو فادي أحمد كمان. فادي أحمد كبيرة أوي. شادية. لا شادية مطربة دلع يعني حاجة كده. مش مطربة معنى المطربة يعني لا. كان في من الأفلام التانية غير عائلة زيزي كان فيه من غير معاد. ايوه قول لي أنت ليه مع إنك تألقت في السينما في 10 أفلام قول تقريباً لكنك توقفت؟ الموسيقى كانت واكلة دماغك تماماً مش عايز تعمل أي حاجة في لا أنا من الأول عايز المزيكا بس. بس. من الأول. لكن أنا السينما جات لي في طريقي على طول. عرض عليا على طول السينما. جميل جداً. وكلهم ناس بتشرف بيهم، اللي عملت معاهم كلهم بتشرف بيهم. طبعا انت نقيت اي اسماء؟ ده انت نقيت اسماء ضخمه جدا. لا والله كلهم بتشرف بيهم. يعني ده كان في مشروع تقريبا هيربط حضرتك بام كلثوم. اغنيه دارت الايام. ايوه كنت هعمل لها. المفروض ان انت اللي كنت هتلحن. اه صح. ايه اللي حصل؟ مش فاكر التفاصيل لكن هو اللي حصل انها يعني أنها تريد الاحتكار. ها؟ أنها تريد الاحتكار. تلحن لها بس. دي أم كلثوم؟ لا ما حصلش. ما لا 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 ما حصلش كده أبدا. طب إيه اللي عطل المشروع؟ والله اللي حصل يعني إنها دارت الأيام عرضتها على عبد الوهاب فأخدها عجبته قال لها أعملها أنا. فأخدها فما أنا ما زلتش. ما زالش انا بحب انا بحب لا بحب عبد الوهاب كنت زي كانه ابويا. لا المفروض ان انت اللي كنت هتلحن. انا كنت هلحن اه ده كله. مين اللي عرضها عليك؟ اه مين؟ هي هي اللي عرضتها. وبعدين كانش عندها كلمات تتصل عبد الوهاب. كان مستعجز اعمل لها حاجه قالت قدرت خد اعملها لي.